سلام من الله عليكم، أهلاً وسهلاً بكم مع الرسالة اليومية لليوم الرابع من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول، والذي تحتضنه لليوم الثاني على التوالي قاعة الإمام الحسن من جوار ضريح المولى أبي الفضل العباسي عليهما السلام. وقد حمل هذا اليوم شعار الصادق والكاظم عليهما السلام صادقا آل محمد. سنوافيكم بكل التفاصيل، فكونوا بالقرب. وصلنا اليوم إلى اليوم الرابع من هذا الأسبوع المبارك، وكان عنوان المؤتمر الصادق والكاظم عليهما السلام صادقا آل محمد. في هذا اليوم عقد المؤتمر الجلسة الأولى من مؤتمرنا في قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية ومركز الصادقين، وبالتعاون مع جمعية العميد الثقافية والعلمية. وقد حصدنا بفضل الله تعالى على 45 بحث علمي. كانت الجلسة الأولى تتضمن 7 أبحاث، 4 منها لفضلاء من الحوزة العلمية. في الجلسة الثانية إن شاء الله المسائية التي ستعقد أيضا هناك 7 أبحاث علمية أكاديمية محكمة. كما عودتنا العتبة العباسية المقدسة بأن تكون الرائدة في المشاريع الفكرية والخدمية وكل ما يخدم الإنسان، أطلقت هذا المشروع المبارك أسبوع الإمامة ببحوث ثرة، بحوث تهدف إلى بيان، بعضها يهدف إلى بيان سيرة الأئمة صلى الله وسلامه عليه، وبعضها يهدف إلى بيان النظام الذي وضعه المعصوم لهداية الناس. العتبة العباسية المقدسة عودتنا خلال هذه السنوات، هي سنوات الذهب وسنوات الانفتاح وسنوات حقيقة إظهار هذا المذهب بالحديث والتأليف وإقامة هذه المؤتمرات المباركة في حق أهل البيت صلوات الله عليهم، فمشكورين على هذا التنظيم ومشكورين على هذا العطاء. طبعا شكر موصول للأخوة في العتبة العباسية وعلى رأسهم سماحة السيد الصافي حفظه الله على انعقاد مثل هذه المؤتمرات وهذه الجلسات الطيبة فيها ذكر آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وخصوصا الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم الإمام الكاظم. جلسات رائعة فكرية عقائدية، جلسة رائعة جدا أسبوع الإمامة. احنا نتمنى من الأخوة بالعتبة العباسية اللي يكون أسبوع، خلي يكون شهر الإمامة. شرف كبير أن أكون في ضيافة العتبة العباسية في هذا اليوم وفي محور الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، إذ تناول بحثنا الموسوم الأساليب النحوية والبلاغية في وصايا الإمام الصادق. أشكر العتبة العباسية المقدسة على الجهود المبذولة بإقامة هكذا مهرجانات، وإن شاء الله المزيد من التطور. طبعا مهرجان جميل وفعال وفيه بحوث قيمة، معلومات رائعة، ممكن أنه تثر المكتبة الإسلامية والبحوث العلمية والمهرجانات العلمية. أسدل الستار عن مدة صباحية كانت مليئة بالفعاليات ومراتب الفوز، لتفتح الوقت أمام جلسة مسائية أخرى مليئة باقتفاء الأثر وعذب الذكر والتواشيح، فكونوا بالقرب.
هذا اليوم الرابع وهو يوم قسمنا، استمر العمل تقريبا قرابة أربعة أشهر للتحضير. عملنا على استكتاب أقلام معروفة داخل العراق وخارج العراق، فضلا عن الأبحاث المشاركة يعني بصورة الإرسال على البريد الإلكتروني. من الله علينا بهذين الرجلين وهم الصافي وعبد المهدي الكربلائي الذي جعل من كربلاء يأم إليها الزوار في كل وقت، والآن ونحن في هذا المؤتمر ولأول مرة نجد المؤتمر بهذا الشكل الواسع وهذه العلمية الواسعة وهذا الآراء القيمة التي وجدتها في هذه البحوث القيمة. بكل فخر واعتزاز أشارك في هذا المؤتمر ببحث عنوانه الهوية الإسلامية وثقافة الاختلاف في وصايا الإمام الصادق عليه السلام. أسبوع الإمامة هو الأول لا شك، أنا أأمل أن يكون في السنوات القادمة بنفس هذا المستوى، ولا شك في ذلك أنه سيحافظ على هذا المستوى الدقيق والجيد من الإعداد والتقديم. حقيقة مبادرة ممتازة جدا، وأنا أشكر العتبة العباسية حقيقة، أنا حتى كل حضوري بكل الندوات يعني أشوف تميز من كل العتبات حقيقة، تميز يعني رائع للبحوث اللي تطرحها العتبة العباسية والمؤتمرات، يعني بيها كلش يعني جانب مشرق وجانب يعني حقيقة تثقف. عنوان البحث الذي اشتركت به هذا اليوم هو موقف الإمام الصادق عليه السلام من الروايات التفسيرية الموضوعة في كتب التفسير. والله التنظيم أكثر من رائع ودقيق جدا ومنظم جدا. الحمد لله أن تم توفيقاته للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المبارك ببحثنا الموسوم الجماعات الحية في خطاب الإمام الصادق عليه السلام قراءة في الأصناف والخصائص، تعتبر منجز يضاف إلى المنجزات التي قدمتها العتبة العباسية بجهودها المتواصلة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها. في الحقيقة مبادرة جميلة جدا من العتبة العباسية المطهرة لإقامة مثل هذه المهرجانات الكبيرة وبخاصة في أسبوع الإمامة، والدعوة للباحثين والمؤلفين والأساتذة والمشايخ لإحياء مثل هذه المؤتمرات وهذه الاحتفالات. وجدت بأن العتبة في هذا الأسبوع تحولت إلى برلمان علمي وفكري من جميع الجنسيات، أجوا حتى من كندا، من أمريكا، من أكسفورد، من غير جامعات أخرى، وكان عبارة عن ملتقى للباحثين وللحوار العلمي. أولاً أنا يعني لي الفخر أن أشارك في أسبوع الإمامة من قبل العتبة العباسية المقدسة، وهي ليست المرة الأولى لمشاركاتي في كربلاء ومع العتبة العباسية في مؤتمراتها المختلفة على مدى 10 سنوات تقريبا. اليوم أنا جيت طبعا من مصر أشارك في هذا المؤتمر ببحث عن حيادية المدرستين الألمانية والبريطانية في الاستشراق طبعا في تناول ذكر الإمام موسى الكاظم عليه السلام. احترامي التام للجنة المنظمة ولمن فكر في هذا المؤتمر في الأساس. يعني
بحوث وفوز جزاء كلمة، وموشحات ذكر كلها كانت معالم اليوم الرابع من أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول الذي يسلم لواءه غدا لليوم الخامس ورسالة أخرى في كربلاء المقدسة. حتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه.